بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، زملائي الإعلاميين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. تحية عبقة مجللة أبعثها لكم من أرض الخير والسعادة، من دولة الإمارات العربية المتحدة، من إمارة الشارقة. مرة من المرات وبينما كنت أقدم أحد البرامج ذات التواصل المباشر مع الجمهور، فاجأني الزملاء في غرفة التحكم بأن صاحب السمو حاكم الشارقة على الخط ويريد التحدث للجمهور على الهواء مباشرة. للوهلة الأولى سيعتقد الكثيرون من الحاضرين، كما فعل الكثيرون من المتابعين للبرنامج حينها، أن هذه المداخلة مرتب لها من قبل، وأن الأسئلة معدة سلفاً كعادة مثل هذه اللقاءات مع الشخصيات المهمة في كل العالم، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. تفاجأت بالاتصال كما تفاجأ به الجمهور. تداخل صاحب السمو حاكم الشارقة في البرنامج كما فعل في غيرها من البرامج على قنوات تلفزيونية وإذاعية عدة، علق على موضوعات مهمة ومتنوعة، علمية وتاريخية أو حتى في الشأن السياسي والاقتصادي والرياضي، كل ما يهم المواطن على هذه الأرض الطيبة. سأذكر لكم شيئاً مختصراً ومختصراً للغاية من كلمات سموه المعبرة التي تناقلتها حسابات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دلالة على صدق تأثيرها. سأل زميلي سموه في معرض الحديث عن التعداد العام لإمارة الشارقة، والسؤال كان على الهواء مباشرة: لماذا يا صاحب السمو تسأل عن فئات معينة من مجتمع الشارقة؟ أجابه فوراً ودون تفكير: أسأل عنهم قبل أن أسأل عنهم. ذاع زميل آخر مرة خبراً وصله للتو، مفاده أن حاكم الشارقة أمر بمكرمة جديدة للمواطنين، وقبل أن يتم الخبر فاجأه اتصال مباشر من الحاكم معاتباً: لا تسميها مكرمة، بل هو حق من حقوق المواطنين وليست مكرمة من أحد. يتداخل بصوته الذي يميزه المشاهدون بنبرة من الحزم، ويقسم على الهواء مناصراً المرأة المظلومة المهجورة التي تبكي على البرنامج، فيقول: قسماً بالله لأنصفنك ممن ظلمك. كثيراً ما يسمع المستمعون تعقيباً على اتصال من كبير في السن، أو شاب تقطعت به السبل، أو امرأة جار عليها الزمان. الشيخ يسلم عليك ويقول لك: لا تزعل ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. يدعو لشعبه ولبلدته فيقول على الهواء: اللهم أسكن فيها الأخيار، وأبعد عنها الأشرار، واحفظها بحفظك وبعينك التي لا تنام. قولوا آمين. وأخيراً يقول مناجياً ربه: ثمانون عمري قد قربت، فهل بعد الثمانين من عمري؟ تضج صفحات التواصل الاجتماعي معقبةً، بل أعمارنا وأعمار أولادنا فداك يا صاحب السمو. لمثل هذا وأكثر، نحن في أسعد دولة مع أسعد حكومة، ونحن أسعد شعب. أعتذر منك يا صاحب السمو، فأنا أعلم جلياً أنك لا تحب الثناء والمديح أمام الجمهور بهذا الشكل، ولكنها الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. أيها السيدات والسادة،
هذا هو حقيقة ما يصبو إليه منتدى الشارقة للاتصال الحكومي حين جاء موضوعه الرئيسي تأثير الاتصال الحكومي في القطاعات الحياتية الحيوية والهموم اليومية للمواطن، بل هذا ما تسعى إليه كل حكومات الدنيا شرقاً وغرباً، تلبية احتياجات الشعوب. وإلا فلماذا قامت الثورات وتداعت الحكومات وتساقطت النظم؟ لأنها أخفقت في تحقيق السعادة لشعوبها.